نكهات عائلية، مجلة شهرية، وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية. وبما أنه أطفالنا رح يرجعوا على المدرسة بكرة إن شاء الله على خير يا رب، فيجب أن نراعي البيئة الصحية التي يتواجدون فيها. وضيفة فقرة مجلتنا كانت عائلية اليوم السيدة سهير بركات من الجمعية الملكية للتوعية الصحية، الشريك الصحي لمجلتنا كانت عائلية. يسعد صباحك سهير. أهلا فيك يا ست سهير. صباح الخير دنيا، صباح الخير لنا، يعطيكم ألف عافية، رب شكرا على هاي الاستضافة. أهلا فيك ست سهير. يعني تحكي لنا بداية ما هو تأثير البيئة المدرسية على نمو الأطفال مثل ما ذكرتي بمجلة نكهات عائلية بمقالك، وخصوصا الآن في ظل جائحة كورونا؟ أكيد. هلأ من أكثر العوامل تأثيرا على نمو الأطفال هو تواجدهم في البيئة المدرسية أو البيئة المدرسية الصحية، فإنه يتواجد الطفل بيئة مدرسية نظيفة وصحية وآمنة بنعكس بشكل إيجابي مش بس على صحته الجسدية بل أيضا على مستوى الدراسي وسلوكه الصفي، وبرسخ عادات صحية إيجابية بتحمي من الأمراض لمدى الحياة. هلأ هذا الموضوع بنقدر نحققه من خلال تطبيق برنامج المدارس الصحية اللي كان موضوع مقالنا في مجلة نكهات عائلية لشهر آب. هذا البرنامج بتم تطبيقه بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة بهدف خلق بيئة معززة للصحة في مدارسنا. هاي البيئة بتنعكس بشكل إيجابي على جميع جوانب الحياة للطلبة والعاملين في المدرسة. نعم. هلأ البرنامج بغطي عدة محاور ومواضيع، أهمها البيئة المدرسية الصحية الآمنة والنظيفة، الخدمات الصحية اللي نقدمها للطلبة والعاملين والإرشاد النفسي والتثقيف الصحي. برضو بتطرق البرنامج لأكثر من موضوع منهم المقصف المدرسي والنشاط البدني ودور الأهل في تعزيز كل هذا الأمور. نعم جميل. طب كونكم شريك للمحتوى الصحي في مجلة نكهات عائلية، ما هو دور المدرسة حول التوعية الصحية للأطفال كما ورد في صفحات المجلة، وكيف سيتم تفعيل هذا الدور في ظل جائحة كورونا؟ هلأ مثل ما ذكرنا في مقالنا في مجلة نكهات عائلية، خلال تطبيق البرنامج للمدرسة دور كبير في ترسيخ السلوكيات الصحية الإيجابية في أذهان الطلبة من خلال أنشطة التثقيف الصحي المختلفة اللي بتتطرق لمواضيع النظافة الشخصية، الغذاء الصحي، النشاط البدني، السلامة المرورية والصحة النفسية. هلأ خلال الوضع الراهن وخلال جائحة كورونا رح نركز أكثر على المواضيع تتعلق بالنظافة الشخصية مثل غسل الأيدي بشكل دائم، استخدام المعقمات، السلوكيات اللي بتمنع نقل العدوى مثل استخدام الكمامة، عدم مشاركة الأدوات الشخصية، والمحافظة على مسافة الأمان وعدم الاختلاط. نعم، يعني كمان للأهل أكيد دور في ضمان بيئة صحية بمدارس أطفالهم. يعني دائما أنتم بتخاطبوا أكيد كأخصائيين الأهل من خلال مجلة نكهات عائلية، أكيد في ظل هالوضع الراهن احكي لنا عن فعلا دور الأهل بهذا الموضوع. هلا احنا كأهل لحتى نستثمر في مستقبل اطفالنا لازم يكون لنا دور في بيئه مدارسهم الصحيه. ذكرنا عده مجالات في مقالنا في مجله نكهات عائليه مثل مشاركه الام والاب في اللجنه الصحيه المدرسيه، والمشاركه ايضا في والحضور في الانشطه الصحيه اللي بتصير داخل المدرسه. نعم. خلال الوضع الوبائي الراهن دور الاهل مهم بتمحور في تعزيز هاي السلوكيات الصحيه داخل المنزل والتاكيد على التزام الابناء فيها في المدرسه. هلأ كمان الأهل لازم يوفروا لكل طالب أو لكل أبنائهم الأدوات الشخصية ونوجههم لأنهم ما يشاركوها مع غيرهم من الزملاء، ومثل ما بيقول المثل في الإعادة الإفادة لازم دائما نكرر هاي التوجيهات داخل المنزل ونأكد عليهم أنهم يلتزموا فيها بشكل دائم لحتى إحنا نكاثف الجهود اللي بتوجهها المدرسة للطالب خلال التثقيف الصحي. وبرضه ما ننسى انه لازم الاهل يشجعوا اطفالهم يوفروا لهم الغذاء الصحي المعد منزليا بالاخص في هاي الفتره لانه بيدعم جهاز المناعه وبيعزز سلامه الجسد. نعم يعني جميل جدا سهير بركات، وانت من الجمعيه الملكيه للتوعيه الصحيه والشريك الصحي لمجله نكهات عائليه، يعطيكي الف عافيه، نورتينا. الله يعافيكم، شكرا كثير. شكرا ست سهير، وحتى تربحوا قسيمة بقيمة 20 دينار مقدمة من مجلة نكهة عائلية ومكتبة الوراق ريدرز، أجيبوا على السؤال التالي من خلال التعليقات على المنشور الخاص بسؤال مجلة نكهات عائلية على الفيسبوك. والسؤال بيقول: تعتبر الجمعية الملكية للتوعية الصحية هي شريك المحتوى فراغ لمجلة نكهات عائلية الغذائي الرياضي الصحي؟ أكيد منأكد الجواب بيكون على صفحة مجلة نكهات عائلية على الفيسبوك. نكهات عائلية، نكهات عائلية، نكهات عائلية، مجلة شهرية، وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية.